إن كان رئيس الأركان الأمريكي يقول بأن فاغنر هي فقط 6000 عنصر مدرب وعشرين ألف إلى 30000 من السجناء في باخموت لاحتواء التمرد الداخلي، بعد بيان الكتيبة 228 الأوكرانية، فإن الروس يواصلون حرب الشوارع في باقي شمال المدينة باخموت بعد أن قادت فاغنر عمليات في حي سيليش ليفانيفسكي في وسط المدينة. هناك شارع نيزهنيايا، وفي جنوب المدينة حرب شوارع في سوباتسيفكا وبيدنوفكا، والتي أصبحت تحت القيادة الروسية اليوم. ويتقدم مقاتلو فاغنر على جبهة الشمال في شوارع سيروكايا وأيضا في ماريوبول، هذا شارع، وتقترب نحو وسط المدينة من الجنوب. ولم يتغير الجبهة خارج المدينة في كراسني، كروموفو، وريخوفو، وفاسيليفكا، لأن المهم هو الوصول إلى طريق قسطنطينوفكا. ورغم الأحوال الجوية، لأنه إلى حدود هذه اللحظة فإن السماء تثلج في باخموت، هناك تقدم روسي في تيفكا. وفي نفس هذه الأيام فإن الوحدات الروسية تنجح في مارينكا، وهجمات سمعت من خلال 6 تفجيرات في خاركيف وسومي وسلافيانسك، والمحطة الكهربائية لكراماتورسك، وفي زابورجيا هناك قصف. كذلك وصل القصف الجوي إلى بولتافا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أمام السيطرة الجوية على سماء كل من خاركيف الآن بعد القصف الشديد، ونحن نتحدث عن 6 تفجيرات على أقل تقدير في سومي في غيرها إلى بولتافا، إذن أمامنا سيل من الهجمات الجوية التي تجعل من السيطرة الجوية إحدى ميكانيزمات الدعم القوية للغاية بالنسبة لفاغنر، وأيضا بالنسبة للقوات الخاصة، إذ يتحدث الجميع عن 80000، وهذا الذي سبق أن تأكد بالنسبة للتجميع العسكري الموجه نحو هجوم يحتمل أن يكون مضادا في الأفق القريب. على أي اليوم هناك استثناء عندما نذكر أن حرب الشوارع متواصلة، وأن ما يريده الأمريكي إعطاء نوع من التوازن لحدود النظرة، إذ يقول بالحرف الآن رئيس هيئة الأركان الأمريكي بأن المدربون الروس ليسوا أكثر من 6000 من فاغنر، والبقية الباقية مجرد سجناء سلموا أيضا بعض الأسابيع من التدريب والآن هم في الجبهات. فإن كانت تصريحات الكتيبة 228 الأوكرانية بخصوص عدم تأهيل هذه الكتيبة لمثل هذا القتال، فإن أيضا في الطرف الآخر مجرد 6000 هم المؤهلون لمثل هذه الحرب، حرب العصابات، وهم مدربون. أما البقية الباقية فهم على نفس ما على الآخرين، لذلك فالقتال بالنسبة للأوكرانيين يجب أن يكون قد أخذ موقعه بعيدا جدا عن أساليب التحريض اليوم. فإن كان هذا قول رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية بالنسبة لتقييم الوضع والرد على التمرد الذي أخذ ينتشر بشكل أكبر في الجيش الأوكراني، فإن هذا خدم من جهة أخرى أن الرد لم يأتي من السلطات الأوكرانية. ما قالته الـ 228 الكتيبة 228، من رد عليه؟ لم يرد عليه القادة، لم يرد عليه زيلينسكي، إنما رد عليه رئيس أركان الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أصبح واضحا الآن أين قيادة الأركان في هذه العملية. هذه زاوية أساسية أولى، لكن يبقى التقييم المركزي المكتوب للقوات الأمريكية بخصوص الامتياز الجوي، إذن الحسم في الامتياز الجوي. وهنا يجب التذكير في التحليل العسكري
أن تلك الضربة التي أتى من خلالها الروسي ووصل إلى كييف، ليس المقصود هو كييف، إنما ضرب البنية الجوية من أجل تسليم روسيا أو تسلم روسيا الامتياز الجوي. هذا أهم ما كان يرغب فيه، ولذلك فالحرب ضد كييف لم تكن من أجل كييف، إنما من أجل هذا الامتياز الجوي، أي السيطرة على أجواء أوكرانيا. وهذا الذي لاحظه الجميع عندما أراد بايدن أن يزور كييف، كانت ترتيبات اعترف بها أساساً الأمريكي من أجل هذه الزيارة. على أي حال، إذا الأمر بالنسبة للسيطرة الجوية هذا قد يصبح بشكل واسع جزءاً من الصفقات القادمة، بمعنى آخر أن السيطرة الجوية كجزء لا يتجزأ من الصفقة القادمة بالنسبة للتفاهم مع أوكرانيا لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، فإن الامتياز سيبقى دائما لصالح الطيران الروسي. ولهذا فبالنسبة لأمريكا هذه النقطة حساسة للغاية، لأنها تريد ببساطة شديدة غرب أوكرانيا مع السيادة الجوية، والروس لا زالوا يطمحون إلى أخذ الأربعة أقاليم ودونباس والكرم زائد السيادة الجوية لصالح روسيا. وهنا الخلاف غير المذكور، الخلاف الأساسي الذي لم يرغب من خلاله أساسا الغرب في تسليم طائرات. اتركونا من المثال الفرنسي بالنسبة للميراج 2000، ولكن لم ترغب باريس في تقديم طائرات في المستوى، فالميراج 2000 ليس أكثر من ذر الرماد على العيون، لا أقل ولا أكثر. ولذلك رفضت قيادة الأركان الجوية في الجيش الأوكراني مثل هذه الصفقة. لذلك F-16 وحدها هي التي تضمن. الآن هناك استمرار للميك 29 على أساس أن مثل هذا الجيل لا يزال متواصلا انطلاقا من ترتيبات. أولا بالنسبة لروسيا فهي لا تزال تقصف وتخرج كل السلاح الروسي من يد الأوكران ومن يد شرق أوروبا، وهذا مهم بالنسبة لروسيا. لهذا فتسليم الميك 29 من الناحية والثقل السياسي لا أثر له. المسألة الأساسية في كل ما يجري أن هناك تكريس حقيقي للسيطرة الجوية. هل يتوقف الأمر عند هذا؟ هناك أيضا فشل في الاستخبارات على صعيد الاستخبارات الجوية، لأن ما حدث في قضية المليون دولار وتسليم لطيار رقم 339 والذي حمل هذه الورقة وهو يصور نفسه قريبا من السخوي 34 من أجل أن تكون هناك صفقة مباشرة بينه وما بين الأوكرانيين، اختراق أوكراني. لكن الذي كشفه أن هذا الطيار رومان نوسينكو عندما حمل هذه الصورة وبها رقم 339، كان واضح بالنسبة للمخابرات الروسية أن مثل هذه الصورة تحمل إشارة، تحمل شيئا ما. فبحث عن أين زوجة هذا الطيار، فأصبح هذا الطيار زوجته وأهله كلهم من خارج روسيا، فهناك أبطلت هذه العملية، وكانت العملية في حدود المليون يورو، وهذا هو المعتقد، أو المليون دولار حسب المصادر. بالنسبة لياهو هذا الموقع فهناك مليون دولار، بالنسبة لاستخبارات النيتو فهناك مليون يورو. على أي حال الأمر لا يتعلق باليورو أو بالدولار، المسألة تتعلق بالمليون. إذن الصفقة الأساسية الفاشلة هي في الاختراق، ولذلك فمسألة التصوير قريبا من السخوي 34 وتسلم الغرب للسخوي 34 كان هذا أحد الأساليب بالنسبة للمخابرات الغربية من أجل الوصول إلى طائرات
إلى طائرات روسية تأتي إلى الأوكران عن طريق هذه الاختراقات بالنسبة للاستخبارات. وهذا كله يفيد أيضا الأمريكيين لسبب رئيس، لأن هذا لا يحرجهم ويجعل من السلاح الروسي فخار يضرب بعضه بعض، وقد كانت أساسا حرب أوكرانيا من أجل ذلك، أساسا من أجل أن يكون هناك تصفية لكل السلاح الروسي لدى شرق أوروبا. وفي هذه الحالة سيكون هناك تجديد وتسليم للسلاح الغربي، وآنذاك ستنقطع في واقع الأمر القطيعتان المعروفتان والأساسيتان، أولا الغاز نحو ألمانيا، والسلاح ما بين روسيا وما بين شرق أوروبا أو هذه البلاد التي انتقلت إلى الناتو وكانت ضمن حلف روسيا. المسألة الأخرى والأهم التي يمكن الحديث عنها أننا سنجد هنا فاغنر بستة آلاف مدرب وعشرين ألف ضمن هؤلاء الذين اليوم يقتنعون بهذا التنظيم، أي المتطوعين أو سميهم المرتزقة أيا كانت التسمية حسب موقعك من الصراع. المهم في كل ما يجري أن لدينا إحصائية أخرى صعبة للغاية قبولها، إذ المتطوعون الغربيون في أسوأ حال. نتحدث عن عدد المتطوعين الأجانب في الجيش الأوكراني الذي هبط بشكل قياسي، ووزير الدفاع الروسي أكد أن الضربات الموجهة ضد المتطوعين قلت أيضا من طرف موسكو، وحاليا ليس هناك أي متطوع في المناطق الخطيرة للصراع. مثلا نيوزيلندي كاين دوتايت قتل في أغريندال يوم 21 من مارس، في 22 من مارس أعلن عن قتل كيفن ديفيد في باخموت. والاس في بريس الروسية فإن الوحدات الأجنبية في باخموت لم توجه إلى شازوفيار بل إلى سينكوفو على حدود خاركاف، فيما الوحدات الأوكرانية تقاتل الروس المتقدمين على صعيد كوبيانسك. إذا تحليل سيفي بريس الروسية فإن أغلب هؤلاء المتطوعين الغربيين عادوا إلى دولهم أحياء أو أموات، وتوقفت موجة التضامن إذ نزلت من 20,000 متضامن إلى حدود 1,500 متضامن الآن حسب المخابرات الروسية. وهذه ضربة استثنائية، إذ سنجد أن هناك من الأفارقة كمن يود أن يرسل ابن رئيس دولة يود أن يرسل قوات إلى فاغنر، وفيما أيضا بالنسبة لكوريا الشمالية فالكل يرغب في مساعدة فاغنر. واليوم هناك تجميد لمثل هذه الحركة في اتجاه روسيا، لكن بالنسبة للمتطوعين الغربيين سنجد هبوط من 20,000 إلى 1,500 جندي، وهذا يعني أن تحويل الصراع إلى المزيد من التدويل سيفيد روسيا أكثر من أمريكا، وهذه الضربة الأساسية، الضربة الصعبة، الضربة التي لا يقتنع فيها الآن الغربي بالقضية الأوكرانية. فيما في الاتجاه الآخر الكل يريد أن يساعد العالم على الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، وهنا الكوري الجنوبي وأيضا الأفريقي والصيني بطريقة ما والأسيوي كل هذا يرغب في المشاركة، وهذا هو الخلاف في موازين القوى الحالي بالنسبة لفاغنر وبالنسبة للبقية الباقية، وهذا عنصر قوة، فأي هجوم يعتبر مضادا قد يحسمه ليس فقط فاغنر الروس وإنما فاغنر الذين هم في الخارج، وهذا هو الذي سيعطي أفقا مفتوحا بالنسبة لعالم آخر. اليوم تحول هذا إلى نوع من الصراع حول ميلاد مخاض ميلاد عالم متعدد الأقطاب، هذا الذي ينظره الكوريون الشماليون وأيضا بالنسبة للأفارقة وبعض الآسيويين ومن دول حليفة، كل هؤلاء يجعلون من أهم الجيوش إن كانت بولونيا هنا داعمة بشكل مباشر لأوكرانيا، سنجد بيلاروسيا أصبحت جزءا من
الأمن النووي لروسيا. كل هذه التطورات تجعل خارطة مختلفة للغاية، وهذا يدعم النظرة الروسية أكثر من غيرها، وهذا هو الملاحظ الذي يجب تدقيق النظر فيه، خصوصا بالنسبة لدرجة التعاطف الآن مع الأوكرانيين، وهذا الذي نزل وبشكل رهيب جدا لدى الشعوب الغربية والآن الساسة على وجه دقيق. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.